الجسور هي تلك التكوينات التي تسمح لنا بالعبور من أعلى الأنهار والطرق السريعة والمعوقات الملموسة الأخرى. على الرغم من ذلك، قرر بعض المهندسين تحويل الجسور بسيطة إلى عمل تصميمي رائع ذو شكل ومنظر مثير للدهشة. إليكم 10 جسور والأكثر إثارة للدهشة في العالم. جسر مالتنوما. من خلال هذا الجسر يمكنك رؤية شلال مكون من مسارين للمياه. الأول هو أكثر تفرضا، يصل ارتفاعه إلى 165 مترا. أما المسار الثاني فيصل ارتفاعه إلى 21 مترا، ويقع في منطقة تبدو وكأنها مستوحاة من قصص أطفال، وهو الأمر الذي يجعل من هذه المنطقة مكانا جديرا بالزيارة على الأقل مرة واحدة. من أجل الوصول إلى هذا الجسر سوف يتوجب عليك السير لمسافة 2 كيلومتر على قدميك. جسر هاندرسون. هو جسر يصل طوله إلى 274 مترا، وارتفاعه يصل إلى 36 مترا فوق مستوى البحر. الجسر شكله مموج، وهو مكون من 7 تكوينات غير مستوية من الفولاذ أعلى والأسفل. يقع هذا الجسر في سنغافورة، ويربط بين حديقة فابر ومنطقة بلانكاخيل. يطل الجسر على منظر رائع، وذلك بالإضافة إلى تصميم شديد التفرد. جسر باستاي. وهو عبارة عن تكوين صخري في ألمانيا، يصل ارتفاعه إلى 190 مترا فوق نهر ألبا. وقد يكون هذا المكان نتيجة لعوامل التعرية في المياه منذ أكثر من مليون عام. لقد كانت هذه المنطقة بمثابة منطقة جذب السياح لأكثر من 200 عام، ولكن في عام 1824 تم إنشاء جسر خشبي من أجل ربط الصخور، وبعد 30 عاما تم استبداله بجسر من حجر ورمل. تستطيع من خلال هذه المنطقة الاستمتاع بمنظر رائع، حتى إنها ألهمت العديد من الفنانين الذين يتمتعون بشهرة كبيرة. جسر الشيطان. تم إنشاؤه في عام 1862، يقع داخل حديقة ردود نيترو في ألمانيا. وبالتالي إذا قمت بزيارة هذه الحديقة في الخريف فسوف يطفئ لون الأشجار منظرا متفردا على المكان. إذا قمت بالجلوس في هذا المكان فسوف تلاحظ انعكاس المياه على المحيط مثالي تماما. ليس هناك أي رسوم مطلوبة للدخول إلى هذا المكان، من المسموح الدخول إليه في أي وقت، وبالتالي فإنه المكان المثالي للزيارة إذا قمت بالذهاب في رحلة إلى ألمانيا. جسر كانتاي. يعد هذا الجسر من الجسور الخشبية الأكثر شهرة في اليابان. تم إنشاؤه في عام 1673، وهو مكون من 5 أقواس تمر من شاطئ إلى آخر، إلى نهر ناسك، إلى جبل شوكوياما. يعد هذا الجسر منطقة جذب السياح الرئيسية في المنطقة، خصوصا في فصل الربيع حيث تظهر أزهار الكرز، وهو الأمر الذي يطفئ على المنطقة منظرا رائع. تم إعلان هذه المنطقة من مناطق الكنوز القومية في اليابان في عام 1922. جسر لانكاويسكاي. هو جسر مخصص للمشاة، ويحتوي على الكثير من الانحناءات، ويصل طوله إلى 125 مترا. تم افتتاحه في عام 2005 في ماليزيا، ويرتفع على مسافة 660 مترا فوق مستوى البحر، رابط بين جبلين مهمين في المنطقة. تم الإيقاف السير على الجسر في يوليو من عام 2012 من أجل أعمال الصيانة، ولم يعد للعمل حتى عام 2015. حاليا يسمح بالسير عليه، ويمكن من خلال الاستمتاع بمناظر خيالية. مؤكد إنه سوف يعجبك للغاية عندما تقوم بزيارته. الجسر الذهبي. يقع هذا الجسر في ضواحي دانانك في الفيتنام، ويجلب الآلاف الزائرين نظرا لتصميمه المذهل. يقع على مسافة 1400 متر على مستوى البحر، وبالتالي فمن خلاله يمكن للزائرين الاستمتاع بمناظر مبهرة للمنطقة. يصل طول الجسر إلى 150 مترا. أما هذه الأيدي التي تبدو وكأنها تحمل الجسر فهي مصنوعة من الفولاذ، ولكنها مزينة حتى يبدو شكلها وكأنه من الحجارة. الجسر الجديد هو الأكثر إثارة للجدل في مدينة روندا. طبعا مدينة روندا لمن لا يعرف
تقع في منطقة مالكا جنوب إسبانيا، تم إنشاؤه بين عامي 1751 وعام 1793. يصل عمقه إلى 100 متر، ويمثل الجسر القوس الرئيسي مدعوما بآخر أصغر حجم حيث يعبر النهر. قبل إنشاء هذا الجسر كان جسرا آخر، ولكنه انهار في عام 1741، مما أدى إلى وفاة 50 شخصا. وبعد مرور 10 أعوام تم إصدار قرار بالمحاولة مرة أخرى، وهو الأمر الذي جعل اسمه كذلك، الجسر عجلة ديكيرك. هو جسر يعمل كمصعد للسفن، ويربط بين قناة فورت وكلايد وقناة كاراندي يونيون في وسط اسكتلندا. تم افتتاح هذا المشروع الرائع في عام 2002، وكان عبارة عن فكرة من عدد المهندسين الذي أرادوا تحسين تجربة ركوب السفن هذا، بالإضافة إلى التصميم الدائري الذي يعطيه شكلا متفردا ويجعلك ترغب في زيارته. جسر غيتسهيد ميلينيوم. وهو جسر يحتوي على الكثير من الانحناءات، ويعبر نهر تايمز في إنجلترا. تم افتتاحه في عام 2001، وكان قد تلقى العديد من الجوائز نتيجة لتصميمه المتميز، كما أنه يعرف باسم جسر رمشة عين، وهذا لأنه مع الحركة الميول يشبه شكل جفون العين وهي ترمش. أما عن تاريخه وساعة الميول فتظهر على صفحة الرسمية للمدينة، وكذلك على مقربة من الجسر نفسه. أي من هذه الجسور العشرة وجدتها أكثر إثارة للدهشة وقد ترغب بزيارتها؟ اترك تعليقا، قم بالضغط على زر أعجبني والاشتراك معنا في القناة. ألقاكم بالفيديو الجديد من قناة زهب. بالحقيقة أنا مسرور جدا بتعليقاتكم، شكرا على المشاهدة، حماكم الله وإلى اللقاء.